لعالم الصباح 6 أيلول 2012. عادة يقال أيلول طرفه بالشتاء مبلول، إنما عنا بلبنان هيئته بالإضرابات مبلول، يعني بعد ما لحقنا نقول أولاد بدهم يفوتوا فاتوا على المدارس. شوي هيك الأجواء اليوم بتقول إضرابات، عسى إنه كل الأمور ترجع تكون بسكتها الصحيحة للكل، لأنه بالنهاية الكل بدهم مصلحتهم، والمصلحة الأولى والأكبر هي للتلاميذ. إذا عالم الصباح اليوم بعيدا عن هالأجواء رح ياخذكم برحلته مثل العادة لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. اسمحوا لي بالأول، وإذا وعدنا إنه يخفف سكر رح أقول صباح الخير للشيف علي. صباح الخير. مجموعة كثير كبيرة من الحلويات رح نحكي عنها ونشوف كيفية صناعتها، إنما بالإضافة إلى الشيف علي عنا كثير فقرات وضيوف لليوم، خلينا نشوفهم سوا. مشان هيك كنت عم شارطه اليوم انه بدي خفف لنا شوي السكر. على كل حال لكل المشاهدين يلي حابين يتواصلوا مع عالم الصباح اكيد فيكم تتابعوا عناويننا عبر تويتر او حتى عبر فيسبوك، ونحن مستعدين انه نجاوب على كل الاسئله يلي انتم حابين تطرحوها، او حتى اذا في عندكم مواضيع معينه حابين نتناقش فيها كمان ممكن تبعثوا لنا كل اقتراحاتكم. بدايه عالم الصباح مع كارمن الابراج وكل الحظوظ لليوم، وما تنسوا انه بترجع بتلاقيكم حتى تتلقى اتصالاتكم مع زودياك. ما قلتكم ما تنسوا بعد شوي انه بترجع بتلاقيكم بفقرة زودياك، انما هلا رح ناخذ بريك صغير، ومن بعدها روى رح تلاقينا وعندها مجموعة كثير كبيرة من النصائح بفتكر انه رح بتهم الجميع. صاروا عم يقعدوا وقت كثير طويل وهيدي القعدة ما نحكي عنها فيسبوك ومن كل مواقع الاتصال الاجتماعي من سايت لسايت ما بتعرفي بتذكر اي اشخاص. هلا رح اقترح على المشاهدين شوي، وما بدنا نحس بالم، يعني شوي مش دغري هيك وهيك يعني الكل اللي بيمرقوا بهالوضعيات هاي. تذكروا بيعنا موجودين قدام لابتوب او تليفون او الى اخره حتى يقدروا هيك يريحوا حالهم وما يحسوا باي ضغط، واهم شيء باخر النهار اذا عندهم وقت يعملوا سبور سبور عن جد. طبعا شغلنا رح ننتقل بعد شوي من بعد بريك لحتى نتابع فقراتنا. الشيف علي عم بحضر لنا هلا كيك بالدبس، رح نعرف تفاصيله اكثر وكيف رح بتصير، وما تنسوا انه كمان لما بتلاقينا ضمن شو في وعندها كثير من المعلومات تعطينا اياها. اخبار هيك يعني طبشه طبشه وجه كثير طويل لدرجه ان شاء الله اهم شيء نضيع وقت. ما عاد عندنا يا مجال انه يكون في صلع اكثر، انه مع العمر بكره شو في من هون. لا 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 ما انا شو في ما انا ناطر برودي اللي عم يصلع يطول شعره تتأقلم مع الموضوع، انه مش رح ضلنا هيك كل المخصصة للبرج. لا السليبرتيز وخلينا نشوفهم ونعشن ماشي اكشن. يلا اول رجع نتقابل فيك اكيد الاسبوع المقبل ان شاء الله لك اكيد. بس قولي لي شو عملت؟ المهم ما اني انسي شوي الدنيا وقفت تزهر بما انه هلا شتين، بس كمان في مناطق يعني اللي شوي على المرتفعات غير اللي على الساحل الى اخره، يعني يسكر من بتكون موجوده معنا بالاستوديو حتى تتلقى كل اتصالاتكم من تيز عندها. لحظه بدي ركزوا عن جد لانه في منه هي ما في احكي لها بكره خلص. انا حقك علي يعني تفوت هالسقف هيدا بين الاشخاص، يعني في ناس هلا عم بيقولوا انه ولو هلا وقفت على هالعصا ومين رح يحترمها؟ انه اذا حملتها او قلبتها او سمعتها او الى اسمعي بوقت اللي العنف موجود كثير بقوه، كل واحد بده يحكي فوق الثاني ويوصل صوته. شو بدك؟ خلص هنيك.